السلام عليكم خوتي، مجددا في هذا المقطع الثالث بعد ما حكينا في الفيديو الاول على شرح مبسط على هذه السلسله، عطينا كامل النقاط اللي حنا نحكوا فيهم. والفيديو الثاني ولا السلسله المقطع الثاني حكينا فيه على اهم ال برونش، المجالات اللي تقدر تقراهم، وش هما المجالات اللي تقدر تقراهم، وش كامل فيهم الباشلور والماستر والدكتوراه. نروحوا للفيديو الثالث خاوتي، هو انا حابين نحكوا فيه على اهم الجامعات وين جايين في يعني كل جامعه عندكم الولايه تاعها والمجموع. كاين جامعه جايه انديبوندون يعني جامعه وحدها، وكاين جامعه جايه من سلسله جامعات. يعني دوك نوريهم لكم هنا في الموقع باش تفهموا خاوتي. انا درت مقال في الموقع تاعنا الرسمي، ممكن تدخلوا ليه لتحت، حتصيبوا الدخول في بلوج تلقاه هنايا في هذا المقال. انا حاط كامل لي زانستيتي اللي موجودين في امريكا باسم المدينه واسم الولايه خوتي، هكذا باش تسهل لكم باش تكون عندكم يعني فكره مليحه. كيما نشوفوا خوتي هنا تلقاو اسماء تاع الجامعات على الجهه اليسرى، وهنا اسم تاع المدينه وما كاينه شرطه الولايه، يعني الكلمه الثانيه هي الولايه والكلمه الاولى هي المدينه خوتي. كيما رانا نشوفوا هذوما الجامعات الاولى جامعات يعني مستقله، يعني كاين جامعه واحده ما كاينش منهم بزاف. كيما هذه الجامعه الاولى اسمها كولورادو ستيت يونيفرسيتي، هذه جايه في دانفر في كولورادو. هذه المدينه هذه الجامعه كاينه منها وحده برك، ما تلقاوش منها بزاف. وهذو ما كاينه الاسماء تاع الجامعات خاوتي. لو كان نشوفوا دوك نروحوا للجروب ستادي جروب، كيما هذو الجامعات دوك نوريكم شي هنايا خاوتي نهبطوا شويه. كيما نقولوا كامبريدج عندها جروب، هذا هو الجروب تاعها خاوتي. كاين زوج، كاين وحده في شيكاغو وحده في بوسطن، هذو الزوج تابعين للجامعات كامبريدج. هنا جامعات The Learning House Group كاينه في بيتسبورغ اللي جايه في بنسلفانيا، وكاينه في ويست فيرجينيا، كاين زوج. يعني هكذا باش تاخذوا عليهم افكار خاوتي، ممكن انت تحوس كل الجامعات، راح تبحث هنايا على الجامعه اللي تناسبك اللي تناسب المدينه والولايه باش تسكن فيها خاوتي. وهذه هي المرحله اللي تخمم فيها موراها، فما تخممش فقط في الجامعه وتنسى انها ممكن جايه بعيده بزاف، ممكن تقدرش توصل ليها، ممكن تسبب لك يعني مشاكل في الدراسه، ممكن تكون انسان يعني عندك وقت فارغ بزاف الجامعه، تقدر تقرا ومام تو تقدر تخدم، تقدر دير ديليفري، تقدر دير شحال من حاجه. ولكن كي تكون تخيرت انت جامعه تكون بعيده بزاف على لافيل ولا بعيده بزاف على مكان يكون مليح، فما تقدرش تخدم، يعني حتضيع وقت كبير ولا تبقى قاعد فيه، فهذا الشيء يعني لازم تاخذوه بعين الاعتبار خاوتي. روحوا للمقطع اللي مورا خاوتي.